تتعامل مع الموقف، لن تكون دولة طاردة للاجئين أو طاردة للضيوف أو طاردة للمهاجرين. يبدو هذا من تصرفات الدولة. معنا الأستاذ أحمد بقى شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا عبد بيه، مساء الخير عليكم على السادة المشاهدين. الحمد لله يا فندم. ادينا نبذة كده، احنا وصلنا لغاية فين في مجلس النواب في هذا القانون اللي المصريين متابعينه بشكل كبير يعني. طيب يعني احنا وصلنا النهاردة لحد المادة 5، ويمكن اخدنا موافقة على القانون من حيث المبدأ، بس يعني انا حابب يعني عمرو بيه زي ما سعادتك بتقول كده، هو ايه الحكاية والحدوتة اساسا في واحنا ليه بنعمل القانون ده دلوقتي، وايه اللي حصل بالظبط؟ اتفضل. يمكن احنا مفيش اي اختلافات، احنا الاتفاقيه احنا ماضيين عليها من سنه 1951 اتفاقيه جنيف، وفي 149 دوله موقعه على الاتفاقيه دي. لو نيجي نبص على الدول ديت بنلاقي ان حوالي اقل من نص الدول دي، حوالي مثلا 70 دوله عندهم تنظيم محلي، او عندهم بيبقى لجان محليه مسؤوله عن يعني التقدم بيها للطلبات للاجئين والكلام ده كله. ولكن في اكثر من 50% من الدول، وكمان منهم مصر، بتبدا ممكن المفوضيه بتاعه الامم المتحده هي اللي بتستقبل هذا النوع من انواع الطلبات. طب دول بيعملوا كده ليه؟ كانوا دول كانوا بيعملوا كده ليه؟ احنا بكل بساطه الدول اللي هي كانت عامله تنظيم داخلي هي الدول اللي بتبقى عليها زي ما بنقول الدول الناميه قوي، الدول الناس بتحب تلجا اليها وحابه انها عايزه تعيش هناك، فبالتالي كان لازم يعمل اجراءاته الداخليه عشان الطلبات اللجوء ديت يتاكد من جديتها، زي ما شفنا كده في تعريف اللاجئ. ما اجيش اقول لا ده والله انا عندي اضطهاد سياسي، لا انا عندي اضطهاد ديني وابدا اعيش في دوله من الدول دول. فكان محتاج ان هو بيفحص هذه الطلبات ويتاكد من جديتها وبعد كده يمنح هذا النوع من انواع اللجوء. الدول الاخرى اللي هي ما كانتش عامله تنظيم داخلي، لان زي ما احنا شايفين عمليه التنظيم الداخلي دي عمليه بشكل ما اجرائيه، ليها مصروفاتها ليها لجانها، فبالتالي لو ما عنديش هذا النوع من انواع الاعداد يبقى ماليش داعي ان انا اكبد الدوله من المصاريف وان انا ابدا يكون عندي النوع ده من انواع اللجان. وبالتالي الفترة الأخيرة في مصر لما الموضوع ابتدى يختلف وبدأت الأعداد زي ما احنا بنتكلم عليها النهاردة بالملايين، فكان يستوجب علينا ان احنا يبقى عندنا ايه تشريع وعندنا تنظيم لهذه العملية. تنظيم للعملية ديت هيقدم ايه؟ أول حاجة زي ما قلنا ان احنا اللي بنبدأ نعمل عملية الفصل، نبدأ نعمل عملية الفصل في الطلب إلى اللجوء ده. تاني حاجة ان احنا بيبقى عندنا بالظبط احصاء للاعداد المتواجدة عاملة ازاي، عشان منها نقدر نخطط للموقف عامل ازاي. زي ما النهاردة ساعتك تتكلم كده هي التكلفة عاملة ازاي، احنا كل مثلا النهاردة المرافق العامة بيتم استغلالها من هذه الاعداد، فبالتالي لازم الدولة تبقى عارفة النهاردة الاعداد المتواجدة عندها. احنا دايما بنسلط الضوء على فكرة زيادة التعداد السكاني، بنتكلم في 2%، احنا بنتكلم فجأة في 10 مليون موجودين في مصر في خلال سنتين. وبالتالي عملية التخطيط ديت وعملية التنسيق مع بقية جهات الدولة ده لازم يكون عندنا أرقام، وأرقام واضحة وصريحة، فبالتالي ده من أهمية إن يكون عندنا هذا النوع من أنواع التشريع. وأخيرا طبعا زي ما بنقول إن لازم يكون في يعني إحنا يعني مصر عندها مسؤولية تجاه اللاجئين، ولكن في الأول وفي الآخر برضو المجتمع الدولي لازم يكون عنده مسؤوليته تجاه الوضع ده، فبالتالي لازم تكون الأرقام واضحة وصريحة وباينة، وهو ده الهدف النهاردة موجود من التشريع أو موجود من الهدف. حضرتك قلت جملة مهمة، أن المجتمع الدولي يجب أن يشعر بمعاناة مصر في هذا الأمر. بالظبط يا فندم، وبالتالي ويجب أن يقدم يد المساعدة لمصر في هذا الأمر. أنا فاهم صح؟ المجتمع الدولي لازم يكون واضح بالنسبه له الارقام. احنا بنيجي خلينا يعني شيء بشيء يذكر يا عمرو، يمكن احنا كنا بنتكلم من فتره على مراجعه صندوق النقد، لما كنا بنتكلم على مراجعه صندوق النقد كنا بنقول النهارده لا ده في اختلافات حصلت في الخطه اللي احنا كنا متقدمين بيها بسبب الاختلافات الجيوسياسيه اللي حصلت. فبالتالي لما بنيجي نقول الاختلافات دي حصلت ليه، كل ما بيبقى فيه ارقام وكل ما الدنيا بتبقى اوضح واضحه وصريحه، ده بيخلي بيشوف فعلا التحديات اللي بتقابلها يعني بيقابلها الاقتصاد المصري اللي احنا فعلا مواجهينها. فبالتالي الارقام دي مهمه جدا انها تبقى موجوده بطريقه تكون العمليه يعني العمليه واضحه وصريحه في الطلبات، وما فيش اي اختلاف على اللي احنا شايفينه النهارده في القانون عن الاتفاقيه، يعني تعريف